avec Lotfi Lameri dans Dimanche Presse. مرحبا بكم من جديد. مرحبا بالساده المستمعين. ذكركم اللي ضيفتي اليوم السيده عبير موسي رئيسه هذا الحزب الدستوري الحر. تجي بحذانا باش نسمعوا رايها في ما يستجد في تونس من احداث وباش تحافظوا بطبيعه الحال على التطورات الحاصله داخل حزبها. كنت نحكي انا وياك تو قلت انت انه المشكل الكبير اليوم في النظام السياسي. طبعا طلع سفير المانيا بتونس الجمعه اللي فاتت قال الصراعات السياسيه في تونس حاله صحيه وقال لك معناها مناخ ديمقراطي كبير. صراعات سياسية هي حالة صحية تعيشها كل الديمقراطيات معناها في البدايات نتاعها. وتونس معناها تمثل مختبر ناجح لهكذا مسار ديمقراطي. شوف يا لطفي، هذيك هي المأساة اللي نعيشوا فيها احنا اليوم. اليوم ما نفرقوش ما بين انه تكون عنا علاقات خارجية متميزة مع كافة الدول العربية الغربية في كل أصقاع الدنيا، وفرق ما بين احنا نولي ونخضع لإملاءات وإلا نطبق مخططات وإلا نمشي في برنامج يتماشى مع مصلحة الخارج. هو بطبيعة يقول هكاك يساعده، مش يقول هكاك، مش معناه يزمنا احنا نعملوا اللي يقوله هو. احنا عنا سيادة وطنية، السيادة الوطنية والاستقلال متاع القرار التونسي راه ما يزموش يكون حبر على ورق وإلا في الفصل الأول متاع الدستور. كلمة السيادة الوطنية، السيادة الوطنية يلزمها ممارسة، يلزمها ممارسة. إذا أنت في 7 أو 8 سنين حولت الدولة إلى دولة متسولة، أي طبعا معناها مد يدك للطلبة نتاع السفارات هذه، حطيت مقاومات الاستعمار. كيفاش اليوم تنجم تحافظ على قرارك؟ هي فرنسا كي دخلت لتونس في 1881 دخلت بعد ما تم إعلان إفلاس الدولة التونسية وإنشاء الكوميسيون المالي. هذه معروفة حتى على مستوى شخصي. تحب عبد تولي أنت تتحكم في مواقفه وفي كلامه، يبدا مرهون ليك ويبدا مديون. هذه معروفة. احنا قلنا ونبهنا أنه المديونية هذه والوضعية الاقتصادية الكارثية اللي متعمدة اللي مشيت فيها حكومات متعاقبة، بداية من حكومة الترويكا اللي هي حطت الأسس متاع إفراغ خزينة الدولة على كل المستويات وتحت العديد من الغطاءات، هذايا يمهدوا للاستعمار. اليوم ولينا نراو فيه الاستعمار قادم عليه، معناها ماهوش على دبابة لكنه قادم عليه مهل عن طريق مثل هذه التصريحات، عن طريق التجاوزات اللي يقوموا بها بعض السفراء في أنهم ولوا داخلين في الشأن الداخلي وكأن تونس مستعمرة وإلا كأنه يمارسوا في دور المقيم العام. اليوم إذا كان المنظومة هذه، علاش الحزب الدستوري الحر قعد نشاز كما تقولوا انتوما وعز منفرد؟ هو مش نشاز، لأنه الحزب الدستوري الحر هو امتداد للحركة الدستورية اللي هي امتداد الحركة الوطنية اللي هي حر تونس وجابت الاستقلال. وهذاك علاش نعودها ونقولها، أول خطوة قاموا بها بعد 2011 حل الحزب. لا حلوه خطره فاسد ولا حلوه خطره مجرم ولا حلوه على خطره ماهوش ديمقراطي. اللي راو فيه توه من الفساد واللي راو فيه توه من انعدام الديمقراطية، ناس من عام عندهم 30 سنة شادين رؤساء أحزاب ويحكيوا عن الديمقراطية، لكن حلوه لأنه يرمزوا ويذكروا بالسيادة الوطنية. إذن اليوم احنا شراو نقولوا ما هوش يلزمنا نرزخوا، يلزم نبدلوا الطبقة السياسية. اليوم كنت قبيلة أنت قلت كلمة صحيحة، السلطة والمعارضة كيف بعضها، وأنا قلت هذه قديش من مرة، لأنه السلطة الموجودة اليوم والمعارضة على الأقل الممثلة اليوم اللي المعترف بها، لأنه احنا على مستوى الحزب الدستوري الحر غير معترف بنا من أجهزة الدولة بخلاف التأشيرة اللي ماخذينها، ما همش معترفين بينا ككيان موجود في البلاد، وبخلاف انتخابات على خاطر القانون يمنحنا الحق ان نشاركوا ككيان لا يستعرفوا بينا لا بكلامنا لا بمقترحاتنا لا بمشروع الدستور اللي اعطيناه لهم لا بالتنقيحات اللي اقترحناها عليهم لا بحتى شيء. دونك نحكي على المعارضة الاخرى المعترف بها. انا قلتها ونعاودها، المعارضة والسلطة مورطين، الكلهم مورطين في منظومة ما بعد 14 جانب. يعني البلاد كاملة مورطة. مورطة، الطبقة السياسية مش البلاد، الشعب التونسي ضحية، لكن الطبقة السياسية مورطة في منظومة ما يسمى بالربيع العربي، لأنه نعاودها ونقولها، سقوط النظام وسقوط بن علي وحل الحزب الدستوري ما كانوش مطالب شعبية بالطريقة اللي يحكيوا فيها العباد، تم توظيف الإشكاليات وتوظيف الهشاشة اللي يوصل لها ربما النظام في الوقت ذاك، وتوظيف الأزمات الاجتماعية والعاطلين على العمل
العمل وكذا لتمرير هذه الأجندة. اليوم ولو ينظر علينا ربي لحظة نكمل الفكرة هذه، ينظر علينا اليوم الديمقراطية ناش أتصير فيها إشكاليات، ما هيش ديمقراطية اللي نعيشوا فيها اليوم، اللي صار البارح في مجلس النواب ما عنده حتى علاقة بالديمقراطية، على خاطر الديمقراطية تقتضي أنا كناخب مشيت صوت نيدي تونس نلقى أنا نيدي تونس فائز بالنسبة لي نيدي تونس يحكم. اما اذا كان انا تقول لي ديمقراطيه واجا صوت وحمله انتخابيه واعلام وامشي واجا نصوت الحزب ومن بعد القانون يسمح بالسياحه الحزبيه، لدي تونس كان قاعد عنده كتله ب 86 نائب راهو يتحكم في المشهد السياسي، والكتله الثانيه هي ترضخله ماهوش هو ولا يرضخلها. البارح نعملوا عمليه حسابيه فما 148 صوت طلع بيهم الوزير، كان جات الكتله الحاليه اللي هي 57 ما قعدت نحي 148 نحي منها 57 ما تلقاش لي 109. لكن المشكل اليوم شنية؟ لأنه نيدي تونس ما عندوش حتى بقايا كتلته، ليست كتلة موحدة وليست كتلة منضبطة وليست كتلة متجانسة، وبالتالي الأزمة منين جاية؟ الأزمة جاية من المشهد السياسي اللي خلق النظام السياسي اللي خلقته التشريعات السياسية. اليوم أنا شو اللي نحب الإعلاميين يركزوا والسياسيين والمجتمع المدني والأكاديميين والفنانين والرياضيين والناس اللي يحبهم الرأي العام، يلزم يقولوا اليوم الحل هو أنه نصلحوا المشهد السياسي. هل أحزاب الحمص والزبيب اللي لموا بعضنا وجه فلان وفلتين وعلان وطرف شكارة فلوس جات ما نعرفوا إيش منين وتقوم نولي حزب وطرف بيسيتي متاع ياغر ننخوا في صورتهم ويولي حزب هذية ما يجيش يا عبير سيبو سكتو دي باهي نسمع فيه واقعي بان أنا ربما واقعي هو اللي باش نسرك فيه انتوما باهي هذا مويزمو استفتاء يتعرض على الشعب التونسي تغيير نظام سياسي اي به الشعب التونسي هذا هو شفناه في انتخابات البلدية شيء ما خرجش واللي خرج اعطاه تقريبا المرتبة الاولى حركة النهضة. انت شنو اللي يضمن لك انه غدوة الاستفتاء هذا وقت يتعرضوا على الشعب سيقع معناها ابطالوا او رفضوا من قبل الناس اللي باش يتحركوا اللي هما ناس كما كنت تحكي على انضباط بقواعد حركة النهضة. التونسي العادي قال لك الشأن السياسي ما عادش يهمني واعرب لك على هذايا في 2000 وفي في انتخابات البلديه. الاحزاب اللي امس تطالب باسقاط حل البرلمان والذهاب للانتخابات التشريعيه ثم رئاسيه هي نفسها اللي كليت كف في الانتخابات البلديه. يعني المشكله كبيره معقده. خليني نجاوبك عليها. اليوم نقول لك التوصيف نعرفه، اقعد مع حاجه نعطيك الحلول. نعطيك الحلول واعطيناها وقلناها يوميا، لكن التعتيم اللي صاير علينا والاقصاء الممنهج اللي صاير علينا يخلي ربما ما توصلش بالقدر الكافي للراي العام، لكن احنا في الميدان وفي التيران وعبر هيكلنا والاتصال المباشر والفيسبوك اللي لقيناها وسيله بديله باش نبلغوا ارائنا قاعدين نخدموا على الموضوع هذا. انت تقول لي اليوم الساعه عندك مشهد سياسي في وسط مرض في وسط فيروس في وسط كانسير والناس الكل تغزر له بعينيها وتهابه وتحب تلمعه وتبيضه وتتقرب له، لانه اليوم ما تنجمش تحكي على الانتخابات. ها باش نعطيك راهو ماهيش حكايه مرض ولا عقده طبعا، ها باش نجيك بالملموس. الشعب التونسي تحبه يخرج انت في الانتخابات لشكون باش يمشي؟ باش يمشي للنداء اللي غدروا واللي خانوا واللي تقسم على 100 قسمه، باش يمشي للخوانجيه اللي هو يعرف اللي هما سبب دمار تونس وما عندوش عليهم قدره، باش يمشي للاحزاب الاخرى اللي لما ترويحها زعما في الاتحاد. هسليني ها نقول لك شنو الحل. الحل وقت اللي يرتفع الصوت ونخليه الناس اللي صوتها موضوعي ترتفع، خلي نعلي انا معك من الحديث عبيد. ليه انا قاعده نتكلم وقاعده نقوم بالواجب وذيك علاش جايبه نتيجه؟ لاني اليوم كعملت انا البث التجريبي خلينا نعطيك الانتخابات كعملت البث التجريبي انا في 31 بلديه، اليوم انا متاكده انه الراي العام يريد التغيير، خاطر وقت اللي نترشح له انا في سليانه اللي هما صوروها اني مدينه داخليه طبعا وصوروها اني مدينه الثوره والثوراجيين والشق معين تعرفوه، كيجي فيها الحزب الدستوري الحر الاول ويجي الحزب الدستوري الحر الاول في مناطق اخرى داخليه وفي ارياف، نفهم انا اللي المواطن كي يلقى الباهي يمشي معاه. اذا المواطن يحب شكون يخرج له ويعطيه بصيص امل ويقول له راهو عندي مشروع كامل متكامل. نعطيك احنا مشروعنا يعني واللي خلينا نقوله تستثمر في حاله الاحباط والانهاك لا لا انا نعطي في حلول عمليه. اولا لا خاطر تقول انا ناجحه في المنطقه كما سليانه اللي تعتبر ربما مهد الثوره
نحكيو على الحراك الكبير. حبيت نبين لك اللي راه مش صحيح. الشعب التونسي ما يعرفش يخمم والا مدمغج. ليه اليوم الشعب التونسي وين يلقى بصيص الامل باش يتبعوا؟ واحنا ليمونة 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 ونعتذر منهم انا اليوم الناس اللي قال لك كيفاش ما تترشحوش في البلايص الكل، وكان لقيناكم راكم شفتوا كيفاش كان. هذا خطا سياسي تعتبروا؟ لا ماهوش خطا سياسي، لانه كيف ما قلت لك احنا قاعدين نخدموا بتكتيك باستراتيجيه، وهدفنا 2019 وهدفنا الكتله البرلمانيه الكبيره. وباش نراوك في السباق الرئاسي ولا عاد تونجيوه هذاك تونجيوه؟ شنو تونجيوه؟ تونجيوه خلينا نعطيك مشروعنا السياسي اللي نعتبروه حل. اليوم وقت اللي الساعه تجي يا خويا يلزمك تحاسب. اليوم اذا عندي انا تنظيم سياسي مخالف القوانين الوطنيه ومخالف القوانين حتى الدوليه، اذا كان الناس نجيب لك انا بالحجه والدليل اللي هما اعضاء في تنظيم ارهابي، ونجيب لك بالحجة والدليل اللي الناس هذوما إرهابيين وكبار الإرهابيين المطلوبين لتونس شهدوا قالوا رأي الحركة هذه خرجتنا لسوريا وخرجتنا ليبيا. إذا اليوم عندك أنت في مجلس النواب ملف متاع لجنة التحقيقات هذيك متاع التسفير كان اليوم يتنشر، اللي وصلت له اليوم بركة كانت تنشر الحقائق هذيك ويقع البحث القضائي فيها. التعتيم على شيء اليوم التعتيم نظرا للتوافق المغشوش، نظرا انا نحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى للباجي قايد السبسي، لانه اليوم كان يخرج الباجي قايد السبسي ويقول انا باش نستعمل صلاحياتي في فصل 143 وادعو الى مبادره نتاع تغيير الدستور، باش يقولوا له لا وما عندناش محكمه دستوريه واليات واليات. عنده الفصل 3 من الدستور يقول أن الشعب يمارس السيادة عبر ممثليه أو عبر الاستفتاء. إذا نعتمد على الفصل الثالث وندعو له أنا الاستفتاء، وخلي الشعب هو اللي يعاونك. الحاجة الثانية كنقدموا لك احنا قضايا الكلهم يعرفوا أنه فما التمويلات القطرية، أنت الأول تعرف والناس الكل تعرف اللي هما علاقاتهم بالقرضاوي وبتنظيم الإخوان وبإخوان مصر وبالمجرمين وبالإرهابيين علاقات وثيقة ووطيدة. النهار في جوهرة قلت لزهير حل توا الموقع متاع اتحاد القرضاوي، تو تلقى قيادات الإخوان الكبرى الكل، تو تلقى بجنبهم رشد الغندوشي وبجنبهم عبد المجيد النجار. حل الفصل التاسع من قانون الجمعيات من المرسوم، يقول لك ما عندكش الحق تكون مسير متاع حزب ومسير متاع جمعية. ترشد الغندوشي انت عضو مجلس الأمناء متاع اتحاد القرضاوي وفي نفس الوقت ترأس حزب سياسي حتى بمرسوم الجمعيات. علاش ما تفتحش وعلاش ما تتبعوهاش وعلاش شكون المسؤول القضاء؟ احنا وقت اللي نجيو نتكلموا يقول لك شكون، سامحني في الكلمة، شكون هل عنده درجة معينة من الشجاعة باش يجيب رشد الغنوشي يبحثوا؟ احنا وقتها حلولنا القضية وتم فتح التحقيق في القضية اللي رفعناها ضدهم في شبكات التسفير وظلوحهم في تسفير الشباب البؤر التوتر، ومشينا لثكنة العوينة، مشينا للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، وقدمنا ترسانة من المؤيدات اللي تثبت علاقتهم بتنظيمات هذية. تحس الناس تخدم ومعناها الأدلة واضحة، الإرهابيين تكلموا، الدنيا كلها معناها ناطقة، لكن اليوم تعمل لي انت بحث ابتدائي اللي يشوف قداش باش يدوم، ومن بعد يمشي اذا كان وكيل الجمهوريه قرر انه يهزها وقتها بحث تحقيقي، والبحث التحقيقي يشوفوا قداش يدوم. ناس قاعده تربح في الوقت، لانه هما بالنسبه ليهم اليوم عندهم 2019 يحبوا يمشيوا في طريق مفتوح ان يداو دق دقوه، الاحزاب الاخرى يعرفوها لا وزن لا هي، وذيك علاش ما تقلقهمش، وذيك علاش تواجدهم اليوم ما تقلقش. شكون اللي قلقهم اليوم؟ تواجدنا احنا، تواجدنا احنا، لانه يعرفوا في حضور الحزب الدستوري الحر لن يكون هناك وجود الاخوانجيه في المشهد السياسي. هذه حاجه معروفه وهما يعرفوها ومتاكدين منها، وبالتالي ايش قاعدين يعملوا؟ التعتيم اللي نعيشوا فيه اليوم. انا وليت في الحزب وقت نعمل ندوه صحفيه ما يجيني حد، كان كنا من الاول تجيك تلفزه زوز اذاعات كذا تاب، حتى تاب المده الاخرانيه مره تحضر ومره لا. اذا فما تعتيم ومنهج على الصوت القوي اللي عنده برنامج سياسي واضح وعنده مشروع دستور في ديه يقول اللي عنده كيفاش نحبوه نظام الحكم واللي يوافق عليه التوانسه. وابسط تونسي اليوم تخرج في الشارع تقول له يقول لك انا نمشي مع الموضوع هذا. مواقفك القصويه هذه تخلي هي اللي خلتك ربما تعيش نوع من العزلة؟ أنا مانيش عايشة عزلة، أنا عايشة عزلة مع الطبقة السياسية اللي أنا رفضتها بإرادتي. إيه لأن حتى الجبهة عندها نفس الخطاب. لا لا لا
عليه لا عليه لا عليه لا عليه كل نحكو سياسيا عاد في المشهد السياسي لا عليه اليوم معناها مانيش عدميين احنا يا لطفي مانيش عدميين احنا ما نقولوش ليه لمجرد ليه الجبهه تقول لك ليه وليه 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 من بعد في المواقف كان تصويت كان حاجه وقت اللي يلزم باش يقع احياء 18 اكتوبر يقع احياء ولو بطريقه غير البرلمان ومازلنا ما مازلت ما هبطش على المحك السياسي كلامك هذا موجودين على المحك السياسي لا لا احنا تم انتخابنا في البلديات وفي نظام سياسي هذا ومع هذاك اتفادينا انه نكونوا ناخبين ومشينا في خط صحيح ونهارت اللي باش ندخلوا للمحك السياسي وان شاء الله باش ندخلوا من الباب الكبير وباش يكون عندنا التفاف شعبي ورانا توا تراو احنا كيفاش نتصرفوا باش تفسر لكن طلباتنا شويه عاد انك معناها اليوم اختزال الحزب نتاعك في شخصك يعني كان تسهل مواطن تونسي وحتى ربما ناس معناها تتبع تقول له شكون تعرف في الحزب ابار عبير موسي تقريبا ما يعرف حد عبير موسي هي الحزب والحزب هو عبير موسي حتى انه البعض ولا يوصف فيك بانك ستالين في نسخته النسائيه وشفنا كيفاش تاخذ القرارات معناها للطرد وبعض معناها أعضادك اللي طردتهم المكتب الديوان السياسي ردوا عليك يعني فما مشاكل فما نوع من التسلط فما نوع من الاستفراد بالحكم أو بحكم الحزب يعني ذكرني أنا مثلا بحزب الفلاحين ما نعرفوا منه كان تبيني حزب المجد لا يمثل إذا أنت حامل المشروع وتتكلم باسم الشعب والحزب متاعك مختزل في شخصك رغم مرور توا عامين تقريبا على ميلاد الحزب يظهر لي معناها خلينا نجاوب لانه اللي تحكي فيه انت هو المخطط له الحزب انا الحزب ما فيهش عبير موسي الناس ما تحب تظهر كان عبير موسي الحزب صحيح ما فيهش وزراء سابقين اللي الاسامي اللي بين ذفرين يعتبروها نجوم واللي اليوم ولات هي تعرقل في الحزب الدستوري لصالح المنظومه هذه نتاع الربيع العربي اللي جات وحطتهم في الحبوسات وصادرت لهم ممتلكاتهم وخلتهم ما عادش اسياد مواقفهم اليوم هو المخطط ليه سامحني الوزير قديم ما عندوش حق في الحزب خنجاوبك احنا فاهمين المشهد السياسي وفاهمين انه الاخوانجيه اليوم ما يقلقهم حتى طرف سياسي عليه لانه اللي قدامهم الجبهه ما كيديش عليها هذيك البلان بي وقت باش يحيوا 18 اكتوبر تو يحيوه اعطيني انا المشهد اللي تكون بعد 2011 عندك يا اما تكون من تجمعيين اللي مشدودين من يدهم لتوجعهم ونعرفوا الشيء هذايا وعندهم مارج معينه يتحركوا فيها وفما انبطاح تام للمنظومه هذه وسيدهم الشيخ يا اما عندك احزاب الحمص والزبيب اللي هي نفسها جات بها منظومه الربيع العربي وضخت اموال وكذا ويعرفوها اللي في الاخر في الاخر معناها كيما نقولوا بالعاميه دفنين وسواء ما عندكش في الاخر وين تمشي لانه اسيادنا هما نفسهم واللي جابونا لتونس بعد 2011 هما نفسهم الحزب الدستوري الحر شنو الخطوره اللي فيه الخطوره اللي فيه اللي هو يمثل المنظومه الوطنيه غير الملطخه بمنظومة ربيع الخراب اللي احنا نسميه ربيع الخراب على رأسه عبير موسي الناس الكل تعرف والخصوم قبل الأصدقاء يعرفوا أنه عبير موسي عندها قدرة كبيرة على التضحية وعلى أن تعيش أقصى ظروف الحياة في سبيل الأهداف متاحة وإذا شافوه العباد من قضية التجمع وإحنا ماشيين ودفعت الثمن وندفع فيه اليوم وما عندي حتى إشكال وعبير موسي ما تتشريش وما تتباعش وما تبدلش موقفها في نهار وليلة المدة الأولى نيش عملوا قالوا ما عندها وين توصل أولا فما ناس تحكي بلغة امرأة واحنا مش متعودين انه نساء يقودوا معناها احزاب سياسيه ويوصلوها للحكم ولا يوصلوها الى نتائج كبيره يقول لك ما عندها وين توصل الحاجه الثانيه ما عندهاش اشكال الفلوس لانه يعرفوا اللي ما عندناش اشكال الفلوس ويقول لك ما يتبعوهاش لم تكن وزيره في عهد بن علي ولا عضو ديوان سياسي ولا مسؤوله من الصف الاول لكن الواقع كذبهم تقول لي اليوم الحزب نتاعنا مختزل وتقارنه لي بحزب عبد الوهاب الهاني اليوم الحزب نتاعنا ادخل الولايات الكل اذا ما تلقاش البلاكه نتاع الحزب ومقر الحزب وعلم الحزب موجود انا ما نسميش عبير موسي ادخل المعتمديات منين مواردك هما في الجهاد اذا منتشره في البلاد كلها انا مش نقول لك طبعا خليني نواصل تنقول لك اليوم الحاجه اللي تفاجئوا بها هما انه الناس اللي التفوا حول عبير موسي ناس مؤمنين بالقضيه لانه التجمع كان فيه زوز ملايين ونص صحيح فيه برشا انتهازيين وبرشا كانوا معاه خطروا في الحكم لكن برشا فيها اولاد الفليقه
وبرشا فيه مريم دية بلغتنا احنا وبين ذفرين، واليوم جايين ويقول لك ندفع انا من قوت صغاري وشهريتي نقسمها مع الحزب ونوصلوا. اليوم امشي شوف وعامل انت وحدك التحقيقات نتاعك، وانا قلت لهم برا وحقه تلقى المقرات يخلصوا فيها اعضاء الجامعات بالعشرة ألف عشرة ألف وعشرين ألف عشرين ألف، ونهارة اللي معاش عندهم مين يخلصوا يجوا للملك يسلموه محلو ويقولوا له يعطيك الصحة، نهارة اللي عادوا نكونوا إيكيب اللي هي مستعدة باش تدفع أتو نخذوا مقر، خد نخذوا بالطريقة هذية. الحزب فيه أعضاء مجلس نواب سابقين، ما عندكش رجال أعمال ممولين، لأنه اللي يقربنا مجرد حتى بمكالمة هاتفية يهبطوا عليه ويقولوا له خط أحمر إنك تحكي مع عبد الموسى. يهبط عليهم مدام؟ يهبط عليهم المتنفذين الجدد اللي هما قاعدين يحبوا المحاصرة المادية والمحاصرة الإعلامية لتطويق نشاط عبير موسي. لكن اليوم تلعب دور الضحية؟ لا لا لا، هذا واقع نحكي لك فيه وتنجموا تثبتوا فيه وعايشين الناس الكل والمجتمع يعرفوا، راه مانيش انا نحكي فيه لانه في الجهات احنا موجودين والناس الكل ترى معاناتنا وترانا كيفاش نخدموا وشافونا في الحملة الانتخابية، رسمينا شنو في الحملة الانتخابية وهو تقريرنا في دائرة المحاسبات ويتفضلوا يدقوا في اللي يحبوا هما، رسمينا مريول والكاسكيت والعلم متاع الحزب وعبير موسي والمناضلين متاع القائمات اللي هما مشعين في جهاتهم اللي هما يحظوا بسمعة كبيرة ومع هذيك نجحنا. مدام عبير يكفي لكسب الاستحقاقات الانتخابية؟ لا خطر جميل تحكي فيه، في برشا شيء غيري واقع سياسية. واقع هذا نحكي لك فيه واقع، ربما يختلف شوي. لا انا نحكي لك في واقع، ما نزلتلوش بالفعل. لا لا لا، نحكي على الانتخابات ونحكي على اموال، احبطنا احبطنا للانتخابات، احبطنا التدخلات الخارجية، احبطنا للانتخابات والتدخلات الخارجية وخذناها المحطة بامكانياتنا هذه. وخليني نكمل لك حكاية اختزال الحزب في عبير موسي. قديش من مرة انت نفسك قديش من مرة كيكلموني فريق الاعداد ويقول لي استاذة باش تجينا ونقول له ما نجمش نجينا بعث لك كفلين ولا فلتين من الحزب، قديش من مرة قلت لي اي بخلاف المحفوظي لانه عندك بيها علاقة ربما قريبة والا ما نعرفش شنو هي الطريقة اللي ساعات يجيك. اعطيني اليوم ببكر من عكاشة اللي نسمع اللي عندي المساجات في كل بقعة تقول لك راني ما نجمش نجيك، شمسة فهم لا استاذة يا تجينا انت يا لا، احنا كاينين باش نتعاملوا مع الحزب تو نطلبوا الحزب على الواحد وسبعين، لكن وسائل الاعلام ترفضوا أن تستدعي إطارات الحزب اللي هي إطارات عليا وناس كانوا في مجلس النواب كانوا في اللجنة المركزية أساتذة جامعيين أطباء محامين من خيرة اللي فما في البلاد هذية. لكن ما تحبش أبو بكر بعكاشة دافش قال لي كي قلت له هكا قال لي ماهوش دوري نعمل كاستينج، الكاستينج مش دوري، نهارة اللي توليوا انتوما ممثلين في البرلمان كيف نجيب انا اي اطار نجيبه بصفتي يعوز مجلس النواب؟ اذا فما اراده، فما اراده عنده حق ابو بكر يقول لك هكا، لانه انا مثلا نطرح عليك سؤال نقول لك شكون انت كحزب شكون ناطق رسمي باسمك؟ اي حزب يكون عنده ناطق رسمي. ناطق رسمي هو رئيس الحزب؟ ليه؟ لا لا رئيس الحزب هو الناطق الرسمي باسم الحزب. انا ما عنديش وجوه غدوه من الحزب نتاعك اللي نجم وقت نجيبه عندك وجوه؟ لا لا يسموهم، علاش يسموهم رئاسه الحزب يسموهم؟ انت ما عيطتلهمش؟ لا لا سامحني، هذه تعله هيكله الحزب هذا شان داخلي. امينك نقول لك عيط لي للدكتور ثامر سعد، شو ما تعيطلوش؟ دكتور ثامر سعد من كفاءات البلاد، عضو مجلس نواب سابق، دبلوماسي سابق، عليه ما تعيطلوش؟ انت جربت عيط للسي مختار البرتيجي؟ جربت عيط له الاستاذ كريم كريفه اللي نائب في التاسيسي ويعني تسمى معروف بعد 2011؟ اجد صعوبه كبرى بخلاف مره شمسة فهم قبلت انها تعديه ما يحبوش يعديوه، فما سياسة اتصالية تهدف الى اظهار انه ما فما في الحزب كان عبير موسي، واحنا رانا واعيين به في الحزب ونلعب اللعبة وخذينا قرار قلنا يا اما نقاطعوا وسائل الاعلام نظرا لاني ما تتعاملش معانا كيما الاحزاب الاخرين وذايا مش في مصلحة الحزب في الفترة هذية، يا اما نواصلوا نلعب اللعبة كيف ما هي ونواجهوا التهمة هذية اللي ديما تتوجهنا ونقدموا العبرة بالنتائج. واخترنا الطريق الثاني نقولوا مثالش كل ما تتوفر لنا فرصة نمشيو، رغم اللي فما بلاتويت مشيت لهم اللي بلاتويت ممنهجة لضربي، البلاتو اللي تعمل في التاسعة وقت الحملة الانتخابية البلاتو وقت اللي مشينالو نلقاوها اللي فيه توجيه سياسي. مش نخرجوا فاصل إشهاري قصير طبعا. ثم نعود استناف الحديث مع عبير، بارك الله كي تحدث عبير أنا بالحجة والبرهان.